اقرأ برواية قالون عن نافع بصلة ميم الجمع وتوسط مد منفصل من قول الله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وما للظالمين من أنصار. إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم، ونكفر عنكم من سيئاتكم، والله بما تعملون خبير. ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، وما تنفقوا من خير فلأنفسكم، وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله، وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. السؤال الثاني: اقرأ برواية ابن ذكوان من قوله تعالى: وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا. ۖ
وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون هو الذي ينشركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم السؤال الثالث اقرأ برواية السوسي عن أبي عمرو من قوله تعالى إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور إن
إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى طيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج ياتوك رجالا وعلى كل ضامر ياتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه السؤال الرابع اقرأ برواية خلف عن حمزة بالسكت على المفصول من أول سورة الصافات بسم الله الرحمن الرحيم والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب
فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أوآباؤنا الأولون قل نعم وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون آخر أسئلة الرواية اقرأ برواية ورش بتوسط مد البدل من قول الحق تعالى وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول ياتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين
الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصارا لله كما قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله. قال الحواريون نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة. فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. انتهت أسئلة الرواية، بقيت أسئلة الدراية. السؤال الأول: استشهد من المتن على قراءة ابن كثير وأبي عمرو البصري في لفظ أو في قوله تعالى أرنا. قال الإمام الشاطبي رحمة الله عليه: وأرنا وأرني ساكن الكسر دم يدا وفي فصلت يروي صفا دره كلا وأخفاهما طلق. السؤال الثاني: ما مذهب حمزة والكسائي في الهاء والميم إذا كان قبل الهاء كسرة أو ياء ساكنة وأتى بعد الميم ألف أو ألف وصل حالة الوصل والوقف؟ بدون دليل. نعم، بدون دليل. مذهب حمزة والكسائي في الهاء إذا ولي في الهاء والميم من الجمع
ضم الهاء بعد الياء أو الكسرة إذا وليتها إذا وليها الهمزة وصل، سواء كانت بأل أو مجردة عن اللام. ما مذهبهما؟ مذهبهما ضم الهاء بعد الياء. مثال ذلك عليهم القتال وبهم الأسباب. أما حمزة ففي الألفاظ الثلاثة في الوصل والوقف له الضم مطلقا، عليهم إليهم ولديهم، والكساء يكسر حال الوقف. السؤال الثالث أذكر ثلاثا من مؤلفات الإمام مكي بن أبي طالب رحمه الله. الإبانة عن معاني القراءات، والكشف عن وجوه القراءات، السؤال الرابع ثلاثة الكتب. أعد الإجابة. أتذكر كتابين فقط، الإبانة عن معاني القراءات والكشف عن وجوه القراءات. السؤال الثالث انتهى هذا، سنبدأ السؤال الرابع. ما البيت الدال على مذاهب القراء في قوله تعالى وإن يكن منكم مئة يغلبوا فإن يكن منكم مئة صابرة؟ وثاني يكن غصن وثالثها ثوى، وضعف فتح الضم فاشه نولا، محل شاهد وثاني يكن غصن وثالثها ثوى. السؤال الخامس في باب ذكر مذاهبهم في الفتح والإسكان لياءات الإضافة، ما مذاهب الأئمة في كل ياء بعدها همزة مضمومة؟ مذاهب القراء فيها كالتالي: نافع يفتح الياء قبل الهمزة المضمومة، والباقون يسكنونها، واتفقوا على قوله تعالى بعهدي وآتوني. السؤال السادس أكمل البيت سما كاملا يهدي وبيتين بعده. سما كاملا يهدي بضم وفتحة وخاطب يروا شرعا والآخر في كلا ورا مفرطون اكسر أضا يتفيأ المؤنث للبصري قبل تقبل وضعنكم إسكانه ذائع ويجزين الذين النون داعيه نولا ملكت وعنه نص لخفش ياءه وعنه روى النقاش نونا. حسب السؤال السابع اذكر ما ذكره الإمام أبي عمرو الداني رحمه الله اذكر ما ذكره الإمام أبو عمرو الداني رحمه الله في باب ذكر فرش حروف سورة الدخان في كتابه التيسير في القراءات السبع قراءة ابن عامر فاعتلوه، بماذا قرأ؟ قرأها بضم التاء. السؤال الثامن
اذكر الدليل من النظم على قراءة حمزة والكسائي في قوله تعالى ونري فرعون وهامان وجنودهما. وفي نري الفتحان مع ألف ويائه وثلاث رفعها بعد شكلا. السؤال التاسع: ما هي الحروف التي أفرد فيها الإمام الداني مذهب أبي عمرو في باب الإدغام الكبير؟ أعد السؤال. ما هي الحروف التي أفرد فيها الإمام الداني مذهب أبي عمرو البصري في باب الإدغام الكبير؟ يعني المتقاربة، في باب المتقاربين، مجموعة في جملة سنشد حجتك بذل رض قثما. السؤال العاشر: والأخير، من أنواع الاختلاف في القراءات التقديم والتأخير، اذكر مثالا عليه ومن قرأ بها. مثاله: وقاتلوا وقتلوا في آل عمران، قرأها حمزة والكسائي وقتلوا وقاتلوا. ومن الشواذ: وجاءت سكرة الحق بالموت. من قرأ بها؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. تمت الأسئلة بحمد الله. شكرا. إذن كانت هذه الأسئلة الموجهة في جانب الدراية للطالب سعد سعدي سليم.